ما نطرح كي لوجيك اللي سكنت على الغداء شنو نستخدموا فيه او صار يا خويا جاك والدك مضايق خاطر الحق شنو نخدم خدمه ممنوعه نحن خدمه ممنوعه صحيح راه نقول شنو وظيفات قال لك يا خويا تعرف كيفاش تمشي تجيب بر حديد خلص 5 ليه تمشي بر حديد خلص 7 ليه صايب مابقاش عندنا صايب برا اعطيني البيسه في الشاطئ وفي البيع وهز مفتاح وكرم يدك بلايصه في الشاطئ وفي البيع ويرحم والديك عندي حق في الشغل ما عنديش حتى اشكال ما حطيتش كيف عندي حق في الشغل ما عنديش اظن الكل بما فيهم رامي يجي معك انتم ثلاثه تمشوا معايا تقيل السيد محمد داود قبلوه تشغل الولايه بتاعكم وهذول كلهم يرجع مزياش. واضح. محافظ الشرطة أول رئيس شرطة عادية بقرصة بالنيابة هو في إطار إجراء حملة أمنية مديرية تحت إشراف سيد مدير عليم الأمن الوطني بقرصة مبرمجة مسبقا للغاية منها هي إحكام إغلاق المنافذ المؤدية إلى مدينة قفصة حتى عند حدوث أي طارئ أو أي عملية مهما كان نوعها يعني في وقت قياسي يتم غلق جميع المنافذ بشكل أنه المقترف الفعل ما يمكنلوش أنه يغادر المدينة وأثمرت الحملة هذه اللي شملت جميع تقريب المجالات المرورية تسهيل حركة المرور مجال اكتساح الرصيف مجال الأمن العام إيقاف العناصر الفارة من السجون والمفتش على فئة العدالة ومختلف الوحدات الأمنية أمكن في الساعات الأولى للحملة اللي مازالت متواصلة أمقاف 70 نفر محل تفتيش لفئة مختلف الوحدات منهم 10 خطيرين جدا بالطبيعة تمت مداهمة البعض منهم بمحلات سكناهم بعد استشارة النيابة العمومية وإضافة لذلك معناها تم إيقاف عدد 2 سيارات محل تفتيش التحري ودرس حالة تقريب 1500 يعني كانت حملة ناجحة على جميع المستويات إضافة إلى تحري ومع عناصر متشددة دينيا قرابة 25 عنصر حاليا جاري التحري معهم يعني تقريبا حملة كانت ناجحة على جميع المستويات لاقت استحسان المواطنين والحمد لله يعني بالنسبة للتحرك هذا هي على خلفية تقريب محاولاتنا معناها القضاء على ظاهرة التهريب تواصلت منذ المدة الفارطة يعني كانت ردة فعل المجموعات هذم أن لموا رواحهم تقريبا في مجموعة يقارب عددها 50 نفر كانوا في اتجاه وسط المدينة في اتجاه مقر الولاية بالتحديد للتعبير عن غضبهم يعني إما أنك توجد لي موطن شغل لو أني يعني نمارس التهريب بالطبيعة منعناهم الدخول وسط المدينة باعتبار هذا مظهر غير حضاري بالمرة ولقينا معهم صيغة تاع تفاهم أن فوضوا عن نفسهم 4 أنفار باش نهزوهم للسلطات المعنية يعني باش يحاوروهم يلقوش حل في الاتجاه هذا يعني